أجل أسئلة على فيديوهات أنا كنت عم بحكيها إيدر عن الشغل أو عن فرص العمل أو عن التخصصات المطلوبة أو التخصصات المش مطلوبة. خاصة كان في مرة نزلت فيديو عن التوجيه وقلت لهم ديروا بالكم على موضوع التخصصات الراكدة أو التخصصات المشبعة أو التخصصات اللي ما في عليها طلب في الماركت. من وقتها اليوم صراحة سألت كثير أسئلة عن إنه طب شو التخصص اللي ندرسه، هل هذا التخصص بزبط وهذا لا. حط في بالك إنه أنا مش دائما بقدر أحكي لك إنه أدرس هذا التخصص أو لا تدرسه، بس بقدر أحكي لك إنه أنت find your passion وإلحقه، إشي أنت بتحبه كثير وعارف حالك تحب تشتغله كثير وعارف حالك راح تميز فيه، go ahead، بس برضو أعقل وتوكل. علشان هيك اليوم في هذا الفيديو أنا حبيت إن أنا أحكي لكم مجموعة من التخصصات اللي مطلوبة على حسب تحاليل ديوان الخدمة المدنية، وأنت حر حقها او لا. انا جعفر مصطفى وهاي تيك توكس وهاي السيريز اسمها نو مور. راح نقسم مجموعة الوظائف اللي راح احكي عنها الهندسية وطبية وتعليمية واخرى، وبدي اياك تركز على اخرى كثير ماشي، لانه هاي تخصصات جدا، وعشان هيك انا راح ابلش بالتخصصات الاخرى المطلوبة، لأنه أنا صراحة أنا تحليلي الشخصي اللي ملوش علاقة بولا إيش في الكوكب هي التخصصات المطلوبة. فخلينا نروح على هاي التخصصات الأخرى. أول تخصص على قائمة التخصصات الأخرى هو الأمن السبراني، وروح دور شو هو وتسألني شو هو، أو إذا بدك بحط لك فيديو من الفيديوهات لأنه طلب كثير الأمن السبراني. الثاني الذكاء الاصطناعي والروبوتات. التخصص الثالث الرسم الحاسوبي والرسوم المتحركة. والتخصص الرابع الواقع الافتراضي. الخامس امن المعلومات. راح تقول لي شو الفرق بين الامن السبراني والامن المعلومات؟ روح دور الله يرضى عليك، دور واحكي لنا بالتعليقات شو الفرق بينهم، والله بنكون كثير مبسوطين. وفي عندك التحقيقات الجنائيه والرقميه، في عندك التسويق الرقمي. التسويق الرقمي صراحه جدا 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 في عليه طلب، الطريقه انت ناوي تتخيلها تكون صراحه مبدع فيه وقادر تقنع الناس باهميه شغلك وقدرتك على انك انت تعمل هذا المجال. وبعدين علم البيانات والذكاء الاصطناعي، واهم تخصص مذكور في التخصصات امن المعلومات والادله الرقميه. هلا بصراحه مش لحالك حتوه باسماء التخصصات اللي بالعربي، انا كمان مش كثير عارف شو مالهم هذول التخصصات اللي باللغه العربيه، لكن دور عليه حتعرف. بصراحه هاي التخصصات معروفه ومش كثير صعب انك انت تلاقي عنها معلومات، خاصه انه في عليها طلب كثير 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 في الوقت الحالي. خلونا نروح بعديها مباشرة على التخصصات الهندسية المطلوبة، التخصصات الهندسية اللي لسه مطلوبة. أول واحد على رأس القائمة الهندسة النووية، اللي عندنا في الأردن أنا مش عارف شو بده يشتغل في الهندسة النووية، لكن إن جنرال الناس كلها داق ببعض، العالم كله داق ببعض، فالهندسة النووية لسه مطلوبة. هندسة الطاقة المتجددة، هندسة الطاقة المتجددة صراحة مطلوبة كثير 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 كثير، لأنه العالم حالياً أورينتد أصلاً باتجاه السستينابيليتي والجرين بيلدينجز والطاقة المتجددة، وإنك أنت تخفف من استهلاك الطاقة وإلى آخره. فهو ديفينتلي هندسة الطاقة المتجددة هو تخصص مطلوب، لكن أعرف وين بدك تدرسه وكيف بدك تكون مبدع فيه وين بدك تروح تشتغل فيه. ما تخلصش تخصصك وتروح تشتغل في بلد أصلاً يعني ما تشتغلش على موضوع الطاقة المتخصصة أو المتجددة، لا، حاول إنك أنت تروح على المكان الصح. في عندك هندسة الميكانيك، هندسة الآلات الحرارية والهيدروليكية، وهندسة الأوتوترانكس. نلاحظ إنه من التخصصات المطلوبة التخصصات الهندسية لحد هلا لا جاب لك سيرة هندسة مدنية ولا هندسة معمارية ولا كهربائية لحد هلا، معرفش ليش. سو التخصصات الهندسية هذه هي التخصصات المطلوبة على حسب ديوان الخدمة المدنية وقناة المملكة. هذا البوست اللي مكتوب من قناة المملكة، مش اجتهاد شخصي بالمرة. بنروح من تخصصات الهندسة التخصصات الطبية، أكيد مهتمين في هذا الموضوع. عندك تمريض، طب، علاج تنفسي، أشعة وتخدير، خمسة. سو التخصصات الطبية هذه هي التخصصات المطلوبة. هل في تخصصات أخرى؟ بعرفش. هل في تخصصات أخرى مطلوبة حسب ديوان الخدمة المدنية؟ لا. فالله يرضى عليك ركز لي في التخصصات المطلوبة إذا كنت بس ماركت أورينتد. بس إذا كان في بالك إشي أنت حابه عارف حالك حتبدع فيه ومشتغل فيه قبل هيك أو دارس عنه قبل هيك، فمعك احتمال انك انت تلحق وتبدأ فيه كمان حتى لو انه مش مطلوب. هلا التخصصات التعليمية يا معلم، عندك احياء، عندك اللغة العربية وادابها، عندك تربية مهنية، عندك رياضية، عندك شريعة، وعندك كمان يا سيدي الفيزياء، وعندك كمان التجميل. فهاي التخصصات التعليمية المطلوبة. راح احكي لك كمان شوية تخصصات ما حكيت لك اياها من ضمن القوائم اللي انا قلت لك اياها. تخصصات طبية ضيف لي عليها قبالة، تخدير النعاش، والتعقيم، ضيف لي على التخصصات الطبية المطلوبة، وأقول لك ضيف لها كمان الصحة العامة.
هاي التخصصات الطبية كلها محدودة. لهون أنا بكون حكيت لك عن مجموعة تخصصات مطلوبة في الماركت، إذا أنت لحقت على الأغلب ممكن تلاقي شغل لما تتخرج، لكن هذا الفيديو مش ضمان بالمرة أنك أنت أكيد إذا رحت درست جميل راح تلاقي شغل، أو أكيد إذا أنت رحت درست علاج تنفسي راح تلاقي شغل، أو إذا أنت رحت درست هندسة نووية فأنت راح تخترع الذرة. هذول مواضيع شوي منفصلين عن بعض، لكن اللي بحب أحكي لك إياه أنه أي تخصص أنت بتشتغل عليه أو أي تخصص أنت بتدور عليه أو بتدرسه أو بتلحقه، كل موضوع تلاقي شغل أو وظيفة أو مشروع خاص أو تنجح في شغلك أو يجيك راتب كثير منيح وتكون تسفاح، كل هذول ما بيشتغلوا أو ما بيزبطوا إلا بالاعتماد عليك أنت وعلى شخصيتك أنت. إذا أنت زلمة بتشتغل على حالك، إذا أنت زلمة بتلاحق أنك أنت تتطور في مهنتك أو تتطور في دخلك أو تتطور في شخصيتك أو في علمك، إذا بتلحق هذول الأشياء، وإذا بتحضر الفيديوهات اللي قبل وتشوف الفيديوهات اللي راح تنزل بعد وتسوي الأشياء الموجودة فيها، إذا بتعمل هذا الحكي وبتسوي الخلطة السحرية فعلى الأغلب 90% ممكن تنجح. اما اذا انت والله دخلت على التخصص ما بتدراش وين الله حاطك، وما بتشوف شو المطلوب منك، وما بتطور على المعلومات الموجوده عندك، وما بتدور على معلومات جديده، واكيد اهم شيء لا تاخذ كل شيء بتاخده في الجامعه او في المدرسه فور جرانتد، ما تاخده مسلمات، تروح تدور عليه وتشوف ايش الاحسن منه وايش الصح وايش الغلط. اذا ما عملت هذا الحكي فديفينتلي حنلاقيك قاعد وبتندب حظك وبتقول بلد فيش فيها شغل والعالم فيش فيه شغل، انا اخترت تخصص بخزي. لا، كل الموضوع انه طريقتك في التعامل مع هذا التخصص هي اللي بتخزي. فدير بالك على حالك وادرس منيح واشتغل منيح، وبالتوفيق للجميع. واحكولي شو التخصصات اللي بتحبوا انكم انتم تدرسوها، سواء مطلوبة او مش مطلوبة، حطوا لي اياها في التعليقات عشان نعرف كل واحد لوين رايح. والسلام.